النهاردة هنتكلم عن أول مخرجة في تاريخ السينما المصرية. قصتها غريبة جدا وكمان نهايتها كانت أغرب. الفنانة أو المخرجة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي اتبرأت منها عائلتها، وهنعرف ليه اتبرأت منها وهي عملت ايه، وكمان إيه نهايتها كانت غريبة جدا، هي كمان قصة حياتها. هي مؤلفة الموسيقى التصويرية الممثلة والكاتبة والمخرجة بهيجة حافظ. هي أول مخرجة مصرية وأول من مارست فن التأليف الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، وكمان رائدة من رواد الفن في زمن الفن الجميل. النهاردة هنتعرف عن الحاجات اللي قامت بيها، وكمان هنعرف نهايتها المأساوية، وهنعرف تفاصيل كتير جدا. هي طبعا اتهجمت كتير جدا على الأعمال الفنية اللي قامت بيها، وكمان كان في الوقت ده المرأة لما كانت بتخش عالم الفن أو كانت بتظهر في السينما كانت مرفوضة وكانت بتتهاجم وكانت بتتعامل بطريقة غريبة جدا. هي بهيجة حافظ هي أول وجه مصري، امرأة مصرية بتظهر في السينما المصرية، وظهرت في أول فيلم صامت وهو فيلم زينب. وإحنا عارفين أهمية الموسيقى التصويرية في نجاح أي عمل فني. كانت بهيجة حافظ هي اللي كانت بتقوم بتأليف والموسيقى التصويرية دي وللأفلام في السينما المصرية، وكانت رائدة من رواد صناعة السينما في الوقت ده، وكانت مثقفة جدا، وكانت السينما المصرية بتدين لها بالكثير من الفضل لوجود السينما المصرية في الوقت ده. وكمان هي نجمة من نجمات السينما المصرية اللي ظهرت ونجحت في الأفلام. رغم ان عدد أفلام بهيجة حافظ كان قليل جدا، بس كانت مميزة جدا، وكانت شقت طريق الفن، بس طبعا واجهت صعوبات كتير جدا، وقامت بقصة كفاح ومعاناة طويلة، وقدرت ان هي تسيب بصمة في تاريخ السينما المصرية، على الرغم من ان كان في إثارة لكل عمل بتعمله كان بيثير الجدل، الا ان حياتها كمان الشخصية وتفاصيلها كانت اكثر إثارة. وبهيجة حافظ هي من مواليد 4 أغسطس عام 1908، هي من مواليد مدينة الأسكندرية، وكانت من أسرة ثرية جدا، وحصلت على دبلوم الموسيقى من باريس، ودرست كمان الإخراج والمونتاج السينمائي في برلين. وهي أول وجه سينمائي زي ما احنا ما قلنا ظهرت على شاشة السينما المصرية في فيلم زينب سنة 1930، وأنشأت أول نقابة للمهن الموسيقية كانت في سنة 1937. بهيجة حافظ هي أول من ألفت الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية المصرية زي فيلم السيد البدوي وزهرة وليلى البدوية وليلى بنت الصحراء والاتهام والضحية وفيلم زينب كمان. وبدأت بهيجة حافظ حياتها في السينما ببطولة الفيلم الصامت زينب، وده كان 1930، أمام سراج منير وزكي رستم، وكان من إخراج محمد كريم. كانت أول وجه نسائي يظهر على الشاشة السينمائية المصرية، وتسبب الفيلم ده في اشتعال أزمة ما بين عائلتها، لأنهم كانوا رافضين إنها تشتغل في الفن، لكن رغم حبهم في الفن كانهم رافضينها إنها تشتغل فنانة وكمان تشتغل في الوسط الفني. الوقت ده قطعوها، وتعرض عليها في الوقت ده إنها تمثل في فيلم زينب، ووافقت لأنها كان لها وجهة نظر، قالت بما انهم هم مقاطعيني انا المفروض ان انا اشتغل الشغلانة دي وانجح. وبالفعل عملت فيلم ده ونجحت جدا، وكانوا مقاطعينها اهلها، وكانت حتى اهل اسكندرية اللي كانوا يعرفوها ما كانش حد بيكلمها ولا كان حد بيسلم عليها حتى، رغم ان الفيلم ده نجح وكسر الدنيا. ولما الفيلم ده اتعرض في الاسكندرية والدتها قالت ودوني اشوف بنتي انا ما شفتهاش من 3 سنين. واثناء العرض الفيلم جه مشهد موت الفنانة بهيجة حافظ في الفيلم، وساعتها اغمى على والدتها وافتكرت ان بنتها ماتت بالفعل، ونزلت لها بهيجة حافظ وقالت لها انا موجودة انا ما متش، ده تمثيل.
وبهيجة حافظ عشقت الموسيقى وكانت طبعا بتبدع فيها، وطلبت بهيجة حافظ من زوجها الطلاق لأنه لم يكن يشاركها هوايتها الوحيدة، وغادرت مسقط رأسها الأسكندرية لتستقر في القاهرة وعشان تجتهد وتصبح أشهر سيدة في عالم الموسيقى كأول سيدة مصرية تقتحم المجال ده. وكانت صورها بتملأ المجلات وكانت مشهورة جدا، وصورتها نزلت في مجلة المستقبل اللي كان صدرها إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي، والصورة دي تصدرت غلاف المجلة وظهرت فيها بهيجة، وكانت طبعا ظهرت ببرقع وطرحة وكتب تحتها عبارة أول مؤلفة موسيقية مصرية. وفي الوقت ده لفتت انتباه محمد كريم، فعرض عليها بطولة فيلم، وبهيجة حافظ رحبت جدا بالعمل في السينما، ورغم من معارضة أسرتها الشديدة لدرجة ان شقيقتها اقامت لها سرادق عزاء وخدت العزاء فيها، الا انها لم تلتفت للي بيحصل وقامت بتقديم الموسيقى التصويرية للافلام، وكان عددها 12 مقطع موسيقي. وطبعا تسبب فيلم ليلى بنت الصحراء في أزمة، الأزمة دي كانت ما بين الأميرة فوزية وبين شاه إيران، وتدخل الملك فاروق لحلها، وتم وقف عرض الفيلم، وكان بدور حول الحرب بين الفرس والعرب، وان ليلى بطلة الفيلم اللي جسدته بهيجة حافظ اثرها ملك الفرس وعذبها. وانفقت بهيجة حافظ على الفيلم ده 18,000 جنيه تكلفة الانتاج للفيلم، وبعدها تم وقف الفيلم، واللي وقف الفيلم كان الملك فاروق، وتعرضت شركتها للإفلاس واضطرت لأن هي توقف الإنتاج السينمائي لمدة 10 سنين. وفي عام 1944 تم عرض الفيلم ولكن باسم آخر وهو ليلى البدوية، لكنه لم يحقق صدى ولا شهرة ولا نجاح، على الرغم من فوزه بأحد الجوائز الذهبية في مهرجان برلين الدولي. بعد كده في سنة 1937 نشأت الفنانة بهيجة حافظ أول نقابة للمهن الموسيقية، وكانت النقابة دي عملتها سنة 1954، ونشأت صالون ثقافي خاص بيها سنة 1959 داخل قصرها المجاور لقصر هدى شعراوي في شارع قصر النيل. أما نهايتها بقى الغريبة اللي هنتكلم عنها، فهي انتهت حياتها بشكل مأساوي جدا. فضلت في الفراش مريضة لسنوات طويلة جدا، وما كانش حد بيزورها خالص من معارفها إلا قليل قوي، والجيران اكتشفوا وفاتها بس بعد يومين من حدوث الوفاة. وحضرت شقيقتها سوما وابن شقيقتها من الأسكندرية وشيعوا مسواها الأخير دون أن يمشي في جنازتها أي أحد من الفنانين، وتم دفنها في مدافن الأسرة في القاهرة، ولم يتم كتابة النعي في الصحف، حتى إقامة العزاء لم يقيم لها أي عزاء، ورحلت الفنانة بهيجة حافظ دون أن يعلم أي حد عن وفاتها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كانت بطلتها الفنانة بهيجة حافظ، ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. كمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو تقولولي مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الحلقة اللي جاية. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير.